مساء النور، مساء الحب. واش راكم عسولاتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. راح نبارطاجي معكم اين غوسيت تاع 2 مينوت سهله وبزاف تجي بنينه بنتها، يعني بزاف بزاف بنينه. هنا درت، شوفوا هنا درت 150 غرام تاع لوز، رحيته هكا يجي هكا شويه رطب. ولا عندكم هذاك اللوز الابيض تقدروا ديروا به ثاني. انا هنا كان عندي اللوز مقلي ورحيته، وفوالا قلت لكم درت 150 غرام. يا لوغ انا هنا اللي درت الميزان حنوزن الزبده. فوالا نديرو 100 غرام تاع الزبده. فوالا هنا عندي 80 زبده تكون طريه، يعني طريه تقدروا من بعد ديروا بها لا كريم تاعكم. راح نديروا لا كريم وزاموند. فوالا راح ندير 100 غرام تاع اللوز، درت 150 غرام تاع اللوز، 100 غرام تاع الزبده، وراح نزيد لها 100 غرام تاع سكر. فوالا ندير الميزان تاعي نقلبوا زيرو، وهنا ندير 100 غرام. سهله بزاف هذه لا غوسيت، وسي كريم موزاموند راح نديرو وتجي بنينه بزاف في البنه، تجي خطيره في البنه، يعني بزاف بزاف بنينه. انا موفا نديرها مع لي فوي، مع لانجاس، ولا تقدروا ديروها مع لانجاس ولا المشمش. اليوم حنديرها وحدها مع لابات فايتي، دوك تشوفوا تجي بزاف مليح. فوالا نهز المكونات تاعي هذو، راح نزيد فوقهم غير البيض. فوالا عسولاتي، هنا قلت لكم درت 150 تاع لوز، 100 غرام تاع سكر، و 100 غرام تاع زبده. زبده تكون طريه، هاي طريه تاعي، يعني نقدر تكون عجنها نورمال. فوالا راح نديروا لك كريم وزاموند. هنا نحتاجوا ربع بيضات، انا البيض تاعي صغير، يعني كان يعود كبير ديروا غير ثلاثه يكفيو. فوالا راح نميلونجي هذا كامل، فوالا تميلونجيهم هكا برك بيدكم برك حتى تحصلوا يعني على ان كريم. فوالا لا كريم وزاموند تجي بنينه 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 بزاف بزاف. وانا ما فنديرها باللوز الابيض، اليوم درتها بهذا اللوز اللي يكون كان عندي مقلي، يعني فوالا يجي ثاني بنين. فوالا حبيباتي، حبيت بارطاجيها معكم الوصفات السهله اللي نديرها انا في زوج دقائق. نوض نديرها نحطها طيب، و 20 مينيت من بعد توجد لكم تحطوها تشربوا بها قهوه ولا تاي، تجي عسل 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 فريمون، بزاف بنينه. فوالا حبوباتي، نحتاجو فيها ان بات فايتي، دوك تشوفو نعتر كل بات فايتي. تقدروا تخدموها في الدار، انا هنا راني شريتها واجده، ولكن شفتوني هنا نحاول يعني نحل الزبده هذيك يذيبه بصح. فوالا قاعد يدي تي مغشو. فوالا هذا هو الميلونج تاعنا اللي تحصلوا عليه. فوالا جبت ان بات فايتي ديجا واجده تاع الكوميرس، تقدروا تخدموها في الدار تجيكم ثاني مليحه. راح ندير شكل كاري. فوالا حابه الكاتو تاعي يجي على شكل كاري، دونك هذو الجوانب ما نطيشهمش ما نحيوهمش، يعني ونرميوهم نجيبوهم هكا هنا للداخل. فوالا كما راكم تشوفوا ونشكلوا الكاري تاعنا يجي بزاف هكا مليح. فوالا ندير نفس الطريقه في الجهات في ربعه، وهنا تتحصلوا على الكاري تاعكم. دونك هذه لاباز تاعنا تاع لو غاتو، لاباز لابات فايتي. فوالا حبوباتي، كي تعود عندكم واجده لابات باردون، كي تعود عندكم لابات واجده لابات فايتي تجيكم سهله، يعني توجدوا غير لا كريم وزاموند والغاتو تاعكم راهو واجد. هنا نجيب لا كريم وزاموند تاعي وراح نديرها فوق. فوالا حبوباتي، ندخلها هكذا، ندخلها الطيب تدي 20 مينوت، ونعاود نعطيكم الشكل تاعها مع كيفاش يجي. دوكا هنا دوك الزيت تهبط شويه لا كريم وزاموند. فوالا وتجي بزاف بزاف بنينه. وهنا حبوباتي كان الكاتو تاعي طاب، كنت نحيتو وقطعته بهذه الطريقه، درته مقروطات. فوالا يجي بزاف بنين، شوفوا تجي لاباط فايتي من تحت طايبه. فوالا طايبه مليح، وتجي لا كريم وزاموند تجي تطلع هكذاك من بعد كي طيب، وتجي في البنه بزاف بزاف مليح. هذا هو الشكل تاعو. فوالا يعني القهوه ولا تشربوا به التاي يجي بزاف مليح، وكيما شفتوا يقطع لكم بزاف لا كونتيتي، يعني جا ما شاء الله. وهك حبوباتي هذا هو لو غاتو تاعنا تاع نهار اليوم.
جا بزاف بنين وبزاف جيدو في الفم، يعني ترافقوا به القهوه تاعكم ولا لو تي يجي بزاف بزاف مليح. فوالا عسولاتي، هذا هو الفيديو تاعنا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو الفيديو. نقولكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو عن قريب في فيديو جديد. مع السلامه.